عودة لحضراتكم وناخدنا الرياضي الكبير الاستاذ علاء اسماعيل. ولكن قبل ما اروح استاذ علاء، يمكن الحقيقه عايز ارد بس على السيد العميد بديع ابو علي عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي، والحقيقه عايز اقول له انه يعني كلامه غير واضح، وكلامه يعني فيه الحقيقه تكهنات غريبه، وفي اتهامات لمجلس اداره اتحاد الكره، اتهامات غريبه برضه، لانه ما ينفعش اتحاد الكره يسحب من رصيد النادي الاسماعيلي بدون موافقه النادي الاسماعيلي. يعني بالتاكيد في يعني حاجه غايبه او نقطه غايبه في هذا الموضوع. بتمنى ان شاء الله ان حد يطلع من مجلس اداره النادي الاسماعيلي يوضح هذه الامور، وبتمنى كمان من جمهور النادي الاسماعيلي انه يهدى شويه لغايه ما تتضح الامور وتبان، علشان مش عايزين مشاكل الفتره الجايه، عايزين المسابقه تعود، وده لصالح النادي الاسماعيلي وصالح جمهوره بالتاكيد. استاذ علاء، يمكن انا بحاف في برنامجي هنا دايما بحاول اخاطب الشباب اكتر ورابط الالتراس اكتر وجماهير الكره المصريه الفتره اللي جايه، وحضرتك شايف دورهم الفتره اللي جايه ازاي، وما يستوجب كمان على المسؤولين في الدوله تجاههم؟ انت لك حق ان انت بتخاطب هذه الفئة المهمة والأساسية اللي بسببها استمتعنا ببطولات أفريقيا، بطولة أفريقيا 2006 وما تلاها، لما ظهروا وأطفوا على الملاعب الحقيقة رونق وشكل جميل جدا، وأعادوا الأسر والعائلات إلى المدرجات. لكن عندما بدأت نزعة التعصب تبان عليهم في 2009-2010 كان في بعض التخوف. بعد 2011 والانفلات الأمني والجماهيري في البلد، الحقيقة مزجوا السياسة بالرياضة، وابتداء من مباراة الأهلي وكيما أسوان شفنا وجه آخر مختلف، وده كان أكبر خطأ للألترس. الحقيقة أنا بس بعتبر هذه المباراة اللي هي تعتبر مباراة مش مهمة خالص، دي منعطف مهم في مسيرة الألترس. بدأوا يقوموا بأدوار مناهضة لكل حاجة حتى للرياضة، ما بقوش ينصروا أنديته، بالعكس ده أساءوا للأهلي والزمالك والإسماعيلي. ثم توجوا هذه الكوارث بالطامة الكبرى في استاد بورسعيد، اللي أنا بعتبره أنه مش مؤامرة في المقام الأول، لا ده نتيجة طبيعية للتصعيد في التطرف والتنافس الغير شريف ما بين فئتين من المشجعين. وخد على كده بقى وتصاعدت هذه المسألة، ترتب على كده ان الدوري توقف نص موسم في 2012، ثم المباراة بقت تقام بدون جمهور، وحصلت مشاكل وحوادث إلى هذا اليوم. ولكن حضرتك تتفق معايا استاذ علاء انه في مجموعه كبيره جدا منهم يعني محتاجه بس انها ترجع تعود مره ثانيه لاتزان القاعده منهم. انا سمعت شاب لطيف قوي اتصل بيك قبل ما ادخل، الحقيقه كلامه هو في علامات الاستفهام، هو بيقول انا مش عارف حصل كده ليه، لكن بيعترف ان كان في اخطاء برضو من جانبهم، وفي اخطاء في التعامل من جانب الشرطه في هذا اليوم. الالتراس يا اشرف شبكه عنكبوتيه غامضه جدا، ما تعرفش الامر بيصدر من مين، وبينزل الى القيادات الاقل فالاقل. وبعدين القاعده بتطيع طاعه عمياء، ادخلوا اقتحموا النادي الاهلي الساعه 6 الصبح بيقتحموا، اخرجوا من خشوا روعوا العائلات في نادي الزمالك بيروعوا، خشوا في ملعب كذا اعملوا، يعني هي تقريبا في شبكه يعني اسمها سيكريت للقيادات بتاعتهم، هي اللي بينشروا من خلالها او بيبعتوا الرسائل او المسج للشباب، هم اللي بينطلقوا من خلالها. يعني حصلت محاولات للتحاور، قد تكون محاولات غير موفقه خلال الثلاث سنوات الماضيه، والاستاذ ابراهيم حجازي اشار انه الحوار مهم، بس هنتحاور مع مين؟ وبعدين انت احيانا بتتحاور مع مجموعه تظهر مجموعه اخرى تقول لا دول ما بيمثلوناش. محتاجين ان احنا نقعد مع الروس الكبيره اللي بتحرك الالترس، اللي هم مختفيين وما نعرفش مين هم. وده من اغرب الظواهر في قضيه الالترس. محتاجين ان هم يتحاوروا
معانا، وهم كمان يبقى ليهم دور، يعني لازم يبقى عندهم استجابه لده ويبقى عندهم استعداد ان هم يقعدوا ويستمعوا يعني، ويتوقفوا عن اصدار البيانات اللي الحقيقه فيها تجاوزات كتيره جدا ضد الدوله، الدوله بكل عناصرها، يتوقفوا عن اصدار هذه البيانات اللي بداوا يواجهوا فيها المجتمع نفسه. انا اتمنى ان الالتراس يرجع زي ما شفناه في بداياته، عنصر مبهج في الملاعب. نتمنى ده يا استاذ علاء. طب خليني اخد راي حضرتك سريعا في هيكتور كوبر وبدايته مع المنتخب قبل ما نختم حلقتنا النهارده. مشفق عليه جدا طبعا، لانه بيبدا في ظروف عصيبه. البدايه مش هنعول خالص على مباراه غينيا الاستوائيه دي، أكيد. مجرد نظره. هو امله انه يبدا ابتداء من بكره ويشوف الدوري ويتابع، لكن برضو الظروف مش مواتية لأنه المباريات مش هتعكس بوضوح المستوى الحقيقي للاعبين، لكن عايزين صبر ونصبر وما نهجموش وما نسخرش يعني منه، يعني نقف وراه وخلفه الفترة اللي جاية عشان منتخب مصر يعود لانتصارات والإنجازات مرة تانية. في النهاية الحقيقة أستاذ علاء بشكر حقيقة جدا طبعا ناقدنا الرياضي الكبير أستاذ علاء إسماعيل، وبالتأكيد أراه النهاردة مهمة ومفيدة، وبتمنى أنه المسؤولين في المنظومة الرياضية يكون عندهم يعني أذن صاغية الفترة اللي جاية للاستماع، لأنه مش عيب أبدا أننا نتعلم من أخطائنا ونقف عليها عشان نقدر نصلح إن شاء الله الفترة اللي جاية. بشكر حقيقة جدا أستاذ علي. شكرا. بشكر حقيقة جدا. شكرا. يعني بشكركم وبشكر طبعا كل زملائي في الاستوديو في الكنترول، ورئيس تحرير إسلام صادق، مصطفى نوير، مصطفى عادل، نور عباس، مخرجتنا الجميلة سارة سليت، وبشكركم وانتظرونا إن شاء الله في حلقة قادمة من صحافة النهار. هذا البرنامج برعاية من النجاح والرياضة وحصد الجوائز. النهار رياضة، أحسن قناة رياضة، صاحبة أعلى نسبة مشاهدة. أخير واتسع ثلاث لقاءات، وانتظروا جائزة جديدة في اليوبيل الفضي للأهرام الرياضي. عايز أهدي الجائزة اللي احنا خدناها دي لكل العاملين في قناة النهار رياضة، وبالأخص الكابتن كريم حسن شحاتة. أحسن قناة رياضة، النهار رياضة، الطريق إلى البطولة قريبا. انتظروا الاستوديو التحليلي.